مع كلمة سعادة الدكتور رامدي بن قاعد الصقري رئيس الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية والمشرف العام على هذا الملتقى، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة على الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن تجربتنا في الملتقيات السابقة التي عقدناها مع شركائنا في المجتمع العربي ومنها الملتقى العربي لخبراء المسؤولية الاجتماعية في العام الماضي كانت نتائج مشجعة ومحفزة للاستمرار والتطوير، وعكست لدينا الرغبة في هذا الملتقى مع شركائنا. نحن اليوم مع شريك آخر نفخر به، المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية التي تنظم معنا هذا الملتقى ليكون انعقاده علامة فارقة للارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي على أسس منهجية بحيث نعزز دور المسؤولية الاجتماعية. فالمسؤولية الاجتماعية هي أمانة ورسالة ومبادرة وقيم نبيلة، وهي ركيزة أيضا لتنمية المجتمعات لتحقيق بذلك رؤى قياداتنا العربية وكذلك تطلعات الشعوب. الحضور الكريم، لقد سعينا في الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية منذ عام 2009 التي انطلقت من هذه الأرض المباركة على أيدي خبراء سعوديين لينضم إلينا لاحقا خبراء عرب وعالميين لمواصلة نشاطها في بث المحتوى المعرفي والتطبيقي في الوطن العربي من خلال شراكات محلية ودولية، ومنها الشراكة مؤخرا مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي نتج عنها ولله الحمد أعمال كثيرة، ومنها تنظيم هذا الملتقى المتميز بهذا الحضور الكريم. الأخوة والأخوات، الحقيقة أننا وجدنا المساندة في أعمالنا من جميع الوزارات السعودية وعلى رأسها وزارة الخارجية، نستأنس في رأيها في بعض الأعمال الخارجية التي نقوم بها، وهذا غير مستغرب لأن المسؤولية الاجتماعية أحد الأهداف الهامة في رؤية بلادنا المملكة العربية السعودية 2030، كما وجدنا المساندة من الجهات العربية أيضا. الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية كبيت خبرة عربي تعمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتمكين تطبيقاتها في الوطن العربي من خلال توفير محتوى معرفي وتطبيقي أيضا. على سبيل المثال، للحصر كتب ودراسات وأبحاث منذ عام 2013، كما أطلقنا في عام 2019 مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية دبلومات تطبيقية في المسؤولية الاجتماعية، ولا تزال قائمة لننبي بذلك احتياج المؤسسات والشركات والأفراد في هذا المجال بالوطن العربي، وكذلك العديد من البرامج والأنشطة المتواكبة مع الاحتياجات التنموية والخطط الحكومية. والحمد لله إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية بدأ يتجه الاتجاه الصحيح من خلال اهتمام الحكومات العربية بتعزيزه. وها نحن اليوم في هذا الملتقى للخبراء سوف نطلع على الكثير من الممارسات الجيدة وتلاقح الأفكار والتبادل المعرفي بين المنظمات، وإن هذا الملتقى فرصة ثمينة لكل المهتمين في المسؤولية الاجتماعية للاطلاع على الأفكار الإبداعية والدراسات والبحوث في وطننا العربي الكبير، وبالتالي سيحقق هذا الملتقى الثمار المرجوة منه بإذن الله تعالى في إتاحة الفرصة لكل المختصين في المسؤولية الاجتماعية لطرح ما لديهم، ونطمح أن يتحقق التكامل والتعاون لإيجاد الحلول لبعض التحديات التي اعترضت هذا المجال من خلال هذه الكوكبة المضيئة بالعلم والمعرفة. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية على هذا التعاون المثمر، أيضا لأصحاب السمو الأمراء والمعالي والسعادة المتحدثين الكرام الذين سوف نستفيد من طرحهم الثري للمخططين في التنمية بالوطن العربي. والشكر موصول أيضا للحضور الكريم الذي شاركنا هذا اللقاء، كما أخص بالشكر زملائي بالشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية على الجهود التي بذلت لجعل هذا الملتقى ينبض حيوية ويفيض علما وإبداعا وتميزا. وآخراً وليس أخيراً،
أقول إن الأمل الكبير في أن ندعم في وطننا العربي في تنمية مستدامة من خلال القيام بمسؤوليتنا على أكمل وجه، كل منا حسب وظيفته ودوره، فلا تنمية مستدامة بلا مسؤولية متحملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور الرملي على كلماته القيمة، والآن أدعو سعادة الدكتور